في المقابل عيال الديب غايتهم ومطمحهم اليوم خطف النقاط الثلاث وانتزاع الصدارة من التحيل. إذن هي مباراة تعد بالكثير بين مدرستين كرويتين كبيرتين على المستوى المحلي والقاري. التحيل يدخل إلى هذه المباراة بالعناصر التالية: في حراسة المرمى معتز الهشري، بقية اللاعبين محمد عياش، عبد الرحمن البسطي، مبارك الشيب، دياب طه، عبد الرحمن الجاسم، عبد الله عبد المعطى، فهد الجاسم، عبد العزيز الكواري، بدر المرفدي، أنس حبيب. الفريق يقوده المدرب الذي قلت بأنه يقود فريق التحيل في هذه المباراة، عبد الرضا زنجبير، 47 سنة لهذا المدرب. في المقابل السد يدخل بالعناصر التالية: في حراسة المرمى يوسف بليدة، بقية اللاعبين مصطفى مشعل، عبد الله العلي، أحمد ضيف الله، عبد اللطيف إسحاق، فهد عبد الله، فيصل الزاده، طلال فرج، خالد الريامي، احمد العبيدلي، عبد الله اليزيدي. هذه تشكيله عيال الديب في هذه المباراه. طبعا عيال الديب بالقمصان البيضاء المتعوده والمعوده على هذا الفريق على يسار الشاشه. في المقابل التحيل بالقمصان الحمراء العنبيه نوعا ما على يمين الشاشه. ننتظر من هذه المباراه أن تكون مثيرة وأن تكون بالفعل قمة هذه الجولة الثامنة. طبعا متصدر الدوري حتى اللحظة هو نادي التحيل بمجموع 22 نقطة، يليه السد بفارق نقطة واحدة بمجموع 21 نقطة، الريان بنفس الرصيد من النقاط، وبالتالي صراع كبير جدا بين هذا الثلاثي هنا في دوري الناشئين القطري. طبعا الصراع موجود في دوري النجوم وكذلك في دوري الناشئين، وهذا ليس بغريب عن هذه الأندية القوية لا على المستوى الفئات السنية وأيضا على مستوى النوادي الكبيرة. هنا كرة دائما الانطلاقة من الجهة اليسرى، سداوية على الانطلاقة بهذه الطريقة، توغل، فرصة للتمرير، جول! كرة خطيرة جدا لعيال الديب من الجهة اليسرى، تصويبة لكنها مرت محادية لشباك الحارس معتز الهشري. شوف الانطلاقة بهذه السرعة، شوف التمرير بهذه الطريقة، لكن كانت ما بين التمرير وما بين التصويب كان بإمكانها أن تخادع الحارس معتز الهشري، وبالتالي نشاهد أولى الأهداف في هذه المباراة. أمامنا على الصورة مدرب نادي السد المدرب فيكتور أسهيكو، المدرب الأوكراني صاحب 50 سنة، مدرب صاحب خبرة وتجربة في الدوري الأوكراني وعلى مستوى الفئات السنية هنالك في أوكرانيا، خاض أيضا مجموعة من التجارب مع المنتخبات الأوكرانية خاصة المنتخب العسكري الأوكراني الذي احتل معه المركز الخامس عالميا في البطولة العالمية، درب أندية عديدة في أوكرانيا. هنا كرة خطيرة، فرصة، الحارس يتدخل من أمام المهاجم بطريقة أكثر من رائعة. السد الأفضل في هذه اللحظات، السد الأكثر ضغطا، الأكثر بحثا، الأكثر شيادا، والأكثر قربا أيضا من مرمى الحارس معتز الهشري. كرة دائما لعناصر التحيل في وسط الميدان. مباراة يبدو بأنها ستكون مليئة بالإثارة ومليئة بالتشويق، وأيضا السرعة حاضرة من كلا الفريقين. طبعا كما قلت مدرسة السد مدرسة كبيرة جدا في تفريخ وإنجاب المواهب، والدليل على ذلك وجود يعني أكثر من عنصر واحد في كل الفئات السنية للعناب القطري. كرة دائما في المناطق الدفاعية، تلعب الكرة تعود للحارس معتز، يمرر الكرة في وسط الميدان، دائما الانطلاقة من الجهة اليمنى، السرعة مطلوبة وكذلك النباهة مطلوبة من طرف مدافعي عناصر السد ومن طرف مدافعي عناصر التحيل، لأن مهاجمو الفريقين مهاجمين يعني صراع وعندهم كل الإمكانيات من أجل خلق الفارق وصناعة الفرص الحقيقية للتسجيل في أي لحظة. الانطلاقة من الجهة اليسرى، فرصة مرة أخرى سداوية، عيال الديب الأقرب، التمرير بهذه الطريقة، ما زالت الكرة على البساط الأخضر، سداوية دائما على التحضير، محاولة المراوغة، حكم المباراة
يقول ضربة مرمى لصالح عناصر نادي الدحيل. هنا التدخل كان بهذه الطريقة، سرعة كبيرة جدا لعناصر السد، خاصة اللاعب طلال فرج. الكرة مررت بهذه الطريقة لكن في الأخير وجدت المهاجم وآخر من لمس الكرة، وبالتالي خرجت ضربة مرمى، ضربة مرمى لعناصر الدحيل. تلعب الكرة على التمريرة العرضية، على الصراع كبير جدا في وسط الميدان، دائما سدوية في وسط الميدان، محاولة المراوغة، إعادة الكرة في وسط الميدان. الدحيل يبحث عن اللعب على أخطاء مهاجمي عناصر عيال الديب في وسط الميدان. قمة كبيرة جدا على مستوى هذه الفئة، وبعدها مباشرة سيكون لكم موعد مع قمة في دوري النجوم تجمع بين نفس الفريقين، بين الدحيل المتصدر والسد الملاحق، يعني نفس سيناريو دوري الناشئين يتكرر في دوري النجوم. الدحيل يتصدر والسد يلاحق المتصدر ويبحث عن انتزاع الصدارة. تلعب الكرة دائما لعناصر نادي الدحيل، التوغل تعود مرة أخرى لإبعاد من دفاع نادي السد، صراع كبير جدا في وسط الميدان، من سيسجل أولا في هذه المباراة؟ حكم المباراة يقول الرمية التماس دائما من الجهة اليسرى للدحيل، دائما تلعب الكرة تخرج مرة أخرى، الرمية التماس، الدحيل يبحث عن استغلال أولى الفرص. أمامنا المدرب فيكتور أسهيكو، المدرب الذي قلت بأنه كان لاعب سابق لنادي سانترسبورغ الأوكراني، كان يلعب ويشغل مركز قلب دفاع، درب أيضا نادي أرسنال كيفو تحت 23 سنة، ودرب أيضا المنتخب الأوكراني تحت 14 سنة، وبالتالي مدرب عنده خبرة كبيرة جدا على مستوى الفئات السنية، لهذا استعانت به إدارة نادي السد من أجل قيادة هذا الفريق على مستوى هذه الفئة، وهو من توج بالكاس والدوري مع هذه الفئة كما قلت. ضربة خطأ لعناصر نادي الدحيل في وسط الميدان، تلعب الكرة البحث عن أقصى مهاجم، على انطلاق التوغل، فرصة للتمرير، حكم المباراة ماذا يقول؟ يقول ولا شيء، تخرج رمية التماس. جمال عمر 27 سنة أمامنا على الصورة، هو من يقود هذه المباراة، إصابة لاعبين من الفريقين، الكابتان دياب طه أصيب في اللقطة الماضية رفقة اللاعب خالد الريامي. سلامات، قلت جمال عمر حكم منذ سنة 2013، قاد مباريات عديدة الموسم الماضي في دوري النجوم ودوري قطر غاز تحت 23 سنة، قاد هذا الموسم نصف نهائي البطولة التنشيطية تحت 19 سنة بين الغرافة والدحيل. يساعد الحكم المساعد الأول فيصل اليافعي، وفهد الكعبي كحكم مساعد ثاني، 18 سنة للمساعد الأول و17 سنة للمساعد الثاني، يعني شباب في مقتبل العمر يقودون هذه المباراة، قمة الجولة الثامنة لدوري القطر للناشئين. هنا أمامنا مدرب نادي الدحيل عبد الرضا 47 سنة، المدرب الذي يقود فئة الأمل وفئة الناشئين، أو سبق له أن قاد هذه الفئة، درب أيضا كل فئات نادي الأهلي، وكان مساعدا للمدرب عبد الله مبارك والهولندي مارك فوت الذي كان يقود النادي الأخضر نادي الأهلي. كرة دائما ندخل في حدود الدقيقة العاشرة، ولا زال البياض هو سيد الموقف في انتظار من سيسجل الهدف الأول، هل سيكون بألوان بيضاء أم أنه سيكون بألوان حمراء؟ ننتظر ونعاين، المضمون في هذه المباراة هو أنه سنتابع أهداف،
بحكم أن الفريقين معا قدما مباريات أكثر من رائعة على مدار 7 جولات. كلا الفريقين انتصرا في جل المباريات وأيضا سجلوا يعني أهداف عديدة جدا وغزيرة في كل المباريات. السد تجاوز أم صلال في أولى الجولات ب4-0، وتجاوز بعد ذلك نادي قطر ب6-2، وفي الجولة الثالثة انتصر على الأهلي ب5 أهداف كاملة، والجولة الرابعة انهزم فيها عيال الديب أمام نادي العربي ب2-0، فيما الجولة الخامسة انتهت سداوية بخماسية في شباك نادي السيلية، والجولة السادسة انتهت بنتيجة 2-0 على حساب الفهود الغرفوية، فيما الجولة الماضية انتهت ب6 أهداف مقابل 1، بينما هنا كرة خطيرة، فرصة خطيرة دائما لعيال الديب، يضغطون في هذه اللحظات ويحاولون الوصول إلى شباك معتز. مرة أخرى سداوية تضيع وتعود مرة أخرى في وسط الميدان، صراع كبير جدا، حكم المباراة يقول ولا شيء. تعود الكرة أقصى الجهة اليمنى، تخرج رمية تماس، رمية تماس لعيال الديب، الضغط دائما من مبارك الشيب رفقة دياب طه بالإضافة إلى اللاعب بدر المرفدي، ثلاثي الهجوم لنادي الدحيل. في المقابل هجوم نادي السد يقوده عبد اللطيف إسحاق وفهد عبد الله. تلعب رمية تماس دائما من الجهة اليسرى، تعود للحارس يوسف بليدا، أقصى الجهة اليمنى دائما سداوية، إمكانية تمرير البحث عن أقصى مهاجم، لكن الأقرب إلى الحارس معتز الهشري. كرة دائما لعناصر الدحيل في المناطق الدفاعية، البحث عن الهدف الأول، البحث عن إيجاد الثغرة في صفوف دفاعات نادي السد. تلعب الكرة بينية بين المدافعين، الأقرب إليها مدافعي عناصر السد في وسط الميدان دائما، من سيتكفل بتسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. في وسط الميدان على انطلاقة، محاولة إعادة الكرة للدفاع دائما، أقصى الجهة اليسرى لعناصر الدحيل، صراع كبير جدا، تخرج رمية تماس للدحيل دائما في التنفيذ، فهد الجاسم يمرر الكرة في وسط الميدان، سداوية تضيع، صراع كبير جدا، التفوق البدني واضح لعناصر الدحيل في هذه اللحظات، أقصى الجهة اليمنى فرصة تتوغل، إمكانية تمرير، لكن قبل ذلك أعلن فيصل اليافي عن تسلل في حق مهاجم نادي الدحيل. هذه الإعادة كان تقدم من المهاجم بشكل يعني بشكل طفيف، وبالتالي حكم المباراة فطن لهذه الهجمة وأعلن عن تسلل. تعود سداوية من الجهة اليمنى على انطلاقة، محاولة التوغل، محاولة تمرير، فرصة دائما خطيرة، والدفاع يبعد الكرة، صراع كبير جدا. تعود مرة أخرى في وسط الميدان لعناصر الدحيل، محاولة المراوغة، دياب هارون دائما يمتلك الكرة، يمرر في اتجاه عبد الرحمن الجاسم، عبد الرحمن دائما في وسط الميدان يبحث عن أقرب اللاعبين، الانطلاقة أقصى الجهة اليسرى دائما مرة أخرى في اتجاه اللاعب دياب، تعود مرة أخرى أقصى الجهة اليسرى عند اللاعب عبد الرحمن، يمرر الكرة من الجهة اليمنى، الضغط في هذه اللحظات تصل إلى مبارك الشيب في أقصى الجهة اليمنى مرة أخرى، التوغل، محاولة تمرير، المراوغة، إمكانية تصويب، تصويبة أكثر من رائعة من اللاعب أمامنا على الصورة، اللاعب أنس حبيب صوب الكرة لكنها كانت محادية لشباك الحارس يوسف بليدا. التصويبة كانت رائعة مركزة، بقليل من الحظ كان بإمكاننا أن نتابع هدف أول في هذه المباراة لصالح عناصر الدحيل. في وسط الميدان دائما في اتجاه دياب هارون، يعيد الكرة في وسط الميدان
لعيال الديب تصل لمصطفى مشعل يحضر الكرة أقصى الجهة اليسرى تضيع مرة أخرى. صراع كبير جدا والمهارات الفردية مطلوبة في هذه المباراة هي التي بإمكانها أن تصنع الفارق في أي لحظة لأحد الفريقين. طبعا التنظيم على رقعة الميدان يتم بشكل جيد من كلا الفريقين، وأيضا الانتشار والتوزيع. هنا كرة دائما سداوية، محاولة تمرير، الدفاع يتدخل، الانطلاقة دائما، البحث عن أقصى المهاجم من الجهة اليمنى لكن تضيع، تعود مرة أخرى من الجهة اليمنى لعناصر السد. محاولة التوغل من اللاعب المهاجم فهد العبد الله، يراوغ، يتوغل، يمر مرة أخرى، ما زالت خطيرة، فرصة هدف، فرصة هدف تضيع. الله على كرة لعناصر عيال الديب، لكن التصويبة ضاعت من أحمد العبيدلي. شوف المهارة الفردية من فهد العبد الله، راوغ أكثر من لاعب، توغل على طريقة زيزو مرر، لكن التصويبة من أحمد العبيدلي تعلو الأخشاب، وبالتالي يضيع الهدف الأول لعيال الديب. أخطر فرصة في المباراة إلى جانب فرصة اللاعب أنس حبيب في صفوف عناصر نادي الدحيل. الضغط دائما من الجهة اليسرى لعيال الديب، محاولة التمرير، محاولة التحضير دائما، والضغط من عناصر الدحيل. كرة دائما في وسط الميدان، في وسط الميدان، البحث عن المهاجم ديا بارون، تضيع، تعود مرة أخرى، صراع كبير جدا. ممكن هذه الفرصة نشاهد من خلالها هدف، المراوغة، إمكانية التحضير، يختار المراوغة، يختار التريث، البحث عن أقصى الجهة اليمنى دائما، فرصة لتحضير الكرة، المدافع مصطفى مشعل يتدخل، وحكم المباراة يقول ولا شيء. تعود سداوية دائما من الجهة اليسرى، هنا بإمكان هذه المساحات أن يستغلها عناصر عيال الديب من أجل أن نتابع هدف أول في هذه المباراة. التصويب والدفاع يتدخل مرة أخرى، الضغط دائما، البحث عن المهاجم من الجهة اليسرى، لكن الدفاع يتدخل، ما زالت الكرة، حكم المباراة ماذا يقول؟ ما زالت على المستطيل الأخضر لصالح عناصر الدحيل. تغادر الكرة، الرمية، التماس، 50% نسبة امتلاك الكرة لكلا الفريقين، وبالتالي مباراة حتى اللحظة يعني متكافئة في كل شيء. فرصة لصالح نادي السد، وفرصة كانت خطيرة هي الأخرى لصالح الدحيل. على مستوى امتلاك الكرة وعلى مستوى السيطرة، الأمور متكافئة حتى اللحظة بين المتصدر ووصيف الدوري حتى اللحظة. البحث عن أقصى الجهة اليمنى، إمكانية التوغل، إمكانية المراوغة، فرصة دائما خطيرة، التحضير والدفاع يبعد الكرة عن طريق مصطفى مشعل. تعود لعناصر الدحيل دائما من الجهة اليمنى، أقصى الجهة اليمنى، على التمرير والبحث عن المهاجمين، البحث عن عبد الله، التحضير من الجهة اليمنى دائما، فرصة التمرير ما زالت خطيرة، كرة خطيرة جدا، لكن الدفاع يتدخل، يبحثون عن دياب طه، يعلمون بأنه هداف بالفطرة وهو من سجل أهداف كثيرة جدا طيلة الجولات السبعة الماضية. الرمية، التماس، يقول قاضي المباراة من الجهة اليمنى في اتجاه اللاعب دياب، دياب يراوغ، لكن الأقرب مصطفى أو عبد الله العلي، عبد الله العلي. الصراع في وسط الميدان دائما، تعود لعناصر الدحيل، ممكن المراوغة، التحضير بهذه الطريقة، حكم المباراة يقول لا وجود للتسلل، والركنية من الجهة اليمنى بعد تدخل اللاعب أحمد ضيف الله. الدحيل يبحث في هذه اللحظات عن افتتاح النتيجة. هنا الإعادة الماضية لم يكن هنالك تسلل، وبالتالي قرار الحكم المساعد الأول كان صائبا. ركنية لعناصر الدحيل من الجهة اليمنى، هل يأتي الهدف في هذه اللحظات؟ فرصة خطيرة جدا، لكن المدافع يرتقي فوق المهاجمين ويبعد الكرة لرمية تماس.
التحيل ب 22 نقطة. إذا ما انتصر اليوم سيعزز مكانته في الصدارة ويصل إلى النقطة الخامسة والعشرين في المقابل عيال الديب على الوصافة رفقة نادي الريان بمجموع 21 نقطة. الانتصار اليوم يعني انتزاع الصدارة من التحيل والوصول إلى النقطة الرابعة والعشرين. أقصى الجهة اليسرى حكم المباراة ماذا يقول؟ يقول رمي التماس لصالح عيال الديب. هنا التدخل بهذه الطريقة في حق اللاعب عبد الرحمن الجاسم. حكم المباراة يقول رمي التماس تلعب بسرعة دائما في وسط الميدان لصالح عيال الديب. البحث عن أقصى الجهة اليسرى على التمرير والتحضير دائما. عيال الديب يبحثون في هذه اللحظات عن فرصة تسجيل الهدف الأول. حتى اللحظة البياض هو السائد، البياض هو المسيطر. من سيلون مجريات هذه المباراة بهدف أول؟ هدف أول بإمكانه أن يحرر لاعبي الفريقين في هذه المباراة، وبالتالي مهم جدا أن نتابع هدف لصالح أحد الفريقين، ليس خدمة لفريق على حساب آخر، وإنما خدمة لهذه المباراة التي كما قلت تعتبر قمة بامتياز في هذه الجولة الثامنة. التحيل الذي قلت بأنه بدايته في الدوري لم تكن جيدة، خسر في أولى الجولات أمام فؤاد الغرافة بثلاث أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية انتصر على الأهلي بأربع أهداف مقابل هدفين، وتجاوز السيلية في الجولة الثالثة بثلاث أهداف مقابل هدفين. في الجولة الرابعة انتصر على نادي أم صلال سقور برزان، النادي الجريح الذي يحتل المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، انتصر عليه بنتيجة كبيرة جدا 10 أهداف مقابل هدف. وفي الجولة الخامسة انتصر على الوصيف نادي الريان بأربع أهداف مقابل ثلاثة في مباراة هي الأخرى اعتبرت كلاسيكو خاص بهذه الفئة. الجولة السادسة ابتسمت مرة أخرى لنادي الطحيل على حساب الملك القطراوي بهدف للصفر. والجولة الماضية كانت عربوية لما انتصر العربي على نادي الطحيل بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين. كرة دائما من الجهة اليمنى، المراوغة حكم المباراة يقول رمي التماس لصالح عناصر الطحيل من الجهة اليمنى. رمي التماس من الجهة اليمنى، البحث لا زال جاريا، لا زال مستمرا التوغل، والدفاع يبعد الكرة للركنية من الجهة اليمنى. الطحيل يضغط في هذه اللحظات بحثا عن هدف أول بإمكانه أن يجعل الفريق أكثر راحة وارتياحية في التعامل مع باقي دقائق المباراة. ضربة ركنية في التنفيذ، اللاعب مبارك الشيب. مبارك تلعب الكرة طويلة جدا، الأقرب إلي المدافع الذي يبعدها إلى رمي التماس من الجهة اليسرى دائما لصالح عناصر الطحيل. سيكون في التنفيذ الكابيتانو دياب طه، فيما عميد فريق نادي السد هو المدافع عبد الله العلي. رمي التماس، هل نتابع هدف قبل نهاية النصف الساعة الأولى من عمر هذا الشوط الأول؟ تلعب الكرة تضيع، تعود مرة أخرى لعيال الديب، تنفذ بسرعة. حكم المباراة يأمر بإعادة تنفيذ الكرة من مكانها الأصلي، وينذر اللاعب دياب طه شفهيا في الكرة السالفة، وبالتالي ضربة خطأ ستعاد لصالح عناصر عيال الديب. قلت الريان في المركز الثاني مناصفة مع السد، السيلية رابعا ب 18 نقطة، أم صلال أو لا، هذا ترتيب دوري النجوم. قلت الغرافة، الغرافة ثالثا بمجموع 16 نقطة، الطحيل ب 15 نقطة. في المقابل الوكرة في المركز الخامس بتسع نقاط، والريان في المركز السادس بثمان نقاط، قطر في المركز السابع بسبع نقاط، السيلية ثامنا بست نقاط، والأهلي تاسعا بأربع نقاط، وأم صلال كما قلت بدون رصيد من النقاط حتى اللحظة.
هنا تلعب الكرة دائما لصالح عناصر التحيل في وسط الميدان. العربي هو المتصدر، العربي هو متصدر الدوري حتى اللحظة بمجموعة 19 نقطة، يليه السد بمجموعة 18 نقطة في المركز الثاني، والغراف ثالثا ب 16 نقطة، والتحيل في المركز الرابع ب 15 نقطة. وبالتالي التحيل إذا ما انتصر اليوم سيصل إلى النقطة 18، في المقابل السد سينتزع الصدارة من المتصدر نادي العربي. هنا كرة خطيرة دائما لصالح عناصر التحيل، التمرير دائما، حكم المباراة ماذا يقول؟ يقول تسلل، وبالتالي ضربة خطأ غير مباشرة لصالح عيال الديب. ترتيب الذي أخبرتكم به مع بداية المباراة يخص دوري النجوم. التحيل كما قلت هو المتصدر ب 22 نقطة، والسد والريان في الوصافة بمجموع 21 نقطة، فيما في دوري الناشئين العربي هو المتصدر، العربي الذي يعاني في دوري النجوم لكنه يقدم مباريات كبيرة جدا هنا في هذه الفئة الخاصة. يحتل المركز العاشر في دوري النجوم بخمس نقاط، وبالتالي مركز لا يشرف هذا النادي التاريخي، النادي الذي قدم أسماء كبيرة جدا وسيطر على الكرة القطرية في مجموعة من السنوات. نادي تاريخي، نادي الألقاب ونادي الأساطير، والنادي الذي يمكن اعتباره بأنه أحد أكثر الأندية جماهيريا على المستوى المحلي. ضربة خطأ من الجهة اليمنى بعد التدخل الذي كان في حق اللاعب فهد عبد الله. ضربة خطأ سيكون في تنفيذ مصطفى مشعل من الجهة اليمنى. هل يأتي الهدف الأول في هذه اللحظات من كرة غير مباشرة؟ تلعب الكرة والدفاع يتدخل مرة أخرى ويبعد الكرة. السد يضغط في هذه اللحظات مصطفى مشعل، التمرير لكن الكرة أقرب للحارس معتز العيشري. تنفذ الكرة دائما في وسط الميدان لصالح عناصر التحيل أقصى الجهة اليمنى. الانطلاقة، المراوغة، السرعة حاضرة جدا، ممكن التمرير، ممكن التحضير، ما زالت خطيرة لكن المدافع يتدخل. تعود لعبد الرحمن البسطي، يمرر الكرة في الجهة اليمنى عبد العزيز الكواري. التحضير بهذه الطريقة، صراع كبير جدا، محاولة التوغل، محاولة المراوغة، ما زالت الكرة من الجهة اليمنى لصالح عناصر التحيل. البحث عن الهدف الأول، هدف افتتاح النتيجة في هذه المباراة. حكم المباراة يقول ضربة خطأ بعد تدخل المدافع خالد الريامي، لاعب وسط ميدان دفاعي، يتدخل في حق المهاجم مبارك الشيب، وبالتالي ضربة خطأ، خطأ ارتكب خارج منطقة العمليات، وبالتالي ضربة خطأ من الجهة اليمنى. ممكن أن نتابع من خلال الهدف الأول في هذه المباراة ونحن نصل إلى حدود الدقيقة 29. ضربة خطأ دائما لعناصر التحيل من الجهة اليمنى. السد يدافع في هذه اللحظات، وكما قلت حاول في أكثر من فرصة من خلال الهجمات المرتدة. على أي ضربة خطأ ننتظر، هل ستأتي بالجديد من الجهة اليمنى؟ ستنفذ طبعا بالرجل اليسرى، هل ستكون مباشرة أم غير ذلك؟ في انتظار صافرة الحكم إعطاء إشارة التنفيذ. تلعب الكرة بهذه الطريقة، الله، يوسف بليدة يتصدى للكرة، شوف كيف لعبت فوق الحائط، ويوسف ببرادة أكثر من رائع يبعد الكرة إلى الركنية. الركنية تلعب بسرعة، ممكن التصويب، والدفاع يتدخل مرة أخرى. التحيل يضغط في هذه اللحظات، يبحث عن الهدف الأول، ممكن تحضير الكرة دائما من الجهة اليمنى. التمرير، لمسة يد، حكم المباراة يقول لا وجود للمسة يد. تمرر الكرة، البحث عن أقصى مهاجم
لكن تصل بسهولة كاملة للحارس معتز اليشري. محمد عياش يمرر على الكرة على البحث عن المهاجم، على التدخل من عبد الله اليزيدي. عبد الله مرة أخرى من الجهة اليمنى، فرصة التشطيب والإبعاد تصل إلى وسط الميدان. المراوغة من خالد الريامي، التمرير أقصى الجهة اليسرى ودفاع تحيل يتدخل. دفاع السد هو آخر من لمس الكرة، وبالتالي تخرج رمية التماس لعناصر تحيل من الجهة اليمنى. فرصة تحضير الكرة، المراوغة، الانطلاقة، فرصة التمرير. حكم المباراة يقول ولا شيء، حكم المباراة يقول ولا شيء. أنس حبيب أخطر عنصر في صفوف تحيل حتى اللحظة. صاحب النظارات شوف توغل، توغل بطريقة رائعة جدا. الخطأ لم يرتكب في اعتقادي. شوف الإعادة مرة أخرى. أترك القرار للمحللين في الاستوديو التحليلي. هل كانت هنالك ضربة جزاء عليهم؟ تلعب الكرة دائما لعناصر تحيل من الجهة اليمنى. الأخطر حتى اللحظة، التحيل الأخضر صاحب المركز الرابع، والسد الوصيف ب 18 نقطة. السد هذه المباراة مهمة بالنسبة إليه، إذا ما أراد خطف الانتصار أو خطف الصدارة من أمام نادي العربي صاحب 19 نقطة في الصدارة. لكن العربي والآخر سيخوض مباراة في هذه الجولة، وبالتالي إذا ما انتصر العربي سيعزز مكانته في الصدارة ويصل إلى النقطة الثانية والعشرين، وهذا ما لا يتمناه طبعا عشاق عيال الدين. وركنية دائما من الجهة اليمنى لصالح عناصر التحيل في التنفيذ على اللاعب بدر المرفدي. تلعب الكرة ممكن الرأسية، الدفاع يتدخل، ما زالت خطيرة. فرصة التصويب، التصويب كان أكثر من رائع من المدافع عبد الرحمن البسطي. تصويبة رائعة جدا من خارج مربع العمليات. شوف شوف التصويب بهذه الطريقة، لكن كانت محادية. أي نعم كانت قوية لكن افتقدت للدقة اللازمة من أجل زيارة شباك الحارس يوسف بليدا. 33 دقيقة حتى اللحظة، والتحيل الأفضل نسبيا، أقول نسبيا لأنه الأكثر استحواذا في آخر 10 دقائق من نصف الساعة الأولى. محاولة الانطلاقة دائما سداوية، فرصة التمرير، التوغل، التحضير، لكن المهاجم عبد اللطيف إسحاق لم يتمكن من الكرة وبالتالي ضاعت، وتعود مرة أخرى لصالح عناصر التحيل من الجهة اليمنى. محاولة المراوغة، حكم المباراة يقول ضربة خطأ لصالح عناصر التحيل. دياب هارون مهاجم التحيل يبقى ثاني هدافي هذا الدوري حتى اللحظة بمجموعة 8 أهداف رفقة اللاعب أحمد العبيدلي لاعب نادي السد، فيما سقر الهتمي نجم ومهاجم نادي العربي، العربي المتصدر بمجموع 19 نقطة. يبقى هو هداف الدوري حتى اللحظة ب 14 هدفا. في المقابل نجد بدر المرفدي من التحيل، وخالد هلالي من الوكرة، ومحمد عفيفة من الريان، ويوسف علي من نادي قطر. 7 أهداف لكل لاعب، وبالتالي سقر الهتمي يبقى نجم هذه الدورة وهداف هذه البطولة حتى اللحظة. سجل 14 هدفا وساهم في مجموعة من الأهداف رفقة النادي العربي. جماهير العربي قد تتساءل يعني لماذا يقدم نادي العربي مباريات قوية وكبيرة جدا على مستوى هذه الفئة ويضرب بالثلاثة والأربعة وينتصر يعني في كل المباريات وحتى اللحظة متصدر، وفي الوقت ذاته النادي يعاني على مستوى فئة الكبار في دوري النجوم. هنا رمية التماس من الجهة اليمنى،
لعبت بسرعة لكن التسلل في حق مهاجم نادي الدحيل. شوف التمريرة لكن التقدم كان واضح من مهاجم نادي الدحيل، وبالتالي ضربة خطأ غير مباشرة لصالح عيال الديب. تلعب بالسرعة دائما، التحضير دائما، محاولة المراوغة، محاولة الانطلاقة، لكن الدفاع يتدخل بكل قوة وبكل رزانة وبكل ذكاء، وتخرج الكرة ضربة مرمى لصالح عناصر الدحيل. البياض حتى اللحظة هو من يسود وهو من يسيطر على أجواء هذه المباراة التي تجرى على أرضية ملعب استاد حمد بن خليفة، الملعب الخاص بنادي الأهلي، النادي الأخضر، النسور الخضر. تلعب الكرة دائما في وسط الميدان لعناصر الدحيل، أقصى الجهة اليمنى، التحضير بهذه الطريقة، ممكن التوغل لكن الدفاع الأقرب والتشطيب والإبعاد الكلي لرمي التماس يقول حكم المباراة سداوية. الإبعاد كان من أحمد ضيف الله، وبالتالي رمي التماس سداوية من الجهة اليمنى. نادي السد، نادي الذي تلقبه الجماهير القطرية بالزعيم، نادي الألقاب والتتويجات، نادي الأفراح. هنا كرة من الجهة اليمنى لكن حكم المباراة يقول تسلل على مهاجم الدحيل. النادي العالمي نادي السد أكثر الأندية القطرية تتويجا بالألقاب وأنجحهم على الإطلاق، نصف قرن من التواجد لهذا النادي على الساحة الكروية، تمكن خلالها من تسيد الكرة القطرية بامتياز، 13 لقبا على مستوى الدوري، 16 لقبا على مستوى كأس سمو الأمير، 6 بطولات على مستوى كأس قطر. والفريق القطري يعني يعتبر الفريق القطري الوحيد الذي شارك في مونديال الأندية وقارع كبرى الأندية العالمية، لقبين على مستوى دوري أبطال آسيا، مركز ثاني على مستوى بطولة الأفرو آسيوية للأندية سنة 89 900 و1000. طبعا هذه الأرقام تخص النادي الكبير الممارس في دوري النجوم الذي قلت بأنه حتى اللحظة احتل المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر الدحيل وبمجموع 21 نقطة. ضربة خطأ من الجهة اليسرى دائما لصالح عناصر الدحيل من تنفيذ فهد الجاسم، يبحث عن أقصى مهاجم، تعود الكرة تمرر في وسط الميدان، خدوات والبحث عن التمريرة الدقيقة التي تغيب حتى اللحظة، التمريرة التي بإمكانها أن تجعل أحد مهاجمي الفريقين وجه لوجه رفقة الحارس. كرة دائما تمرر الكرة، تضيع تعود مرة أخرى لعناصر عيال الديب في وسط الميدان. مباراة يعني صعبة جدا بين الناديين، تحفظ كبير جدا من كلا الفريقين، ولو أنه كما قلت المواهب المتواجدة في كلا الفريقين بإمكانها أن تصنع الفارق في أي لحظة مهما تحفظ الناديين ومهما يعني تحفظ المدرب. كرة دائما سداوية، حكم المباراة يقول ضربة خطأ، ضربة خطأ واضح جدا بعد التدخل في حق فيصل الزادة من المدافع محمد عياش، وبالتالي ضربة خطأ. لم يتردد قائد المباراة جمال عمر ليعلن عنها. هل نتابع الهدف الأول لصالح عيال الديب في هذه اللحظات؟ أمامنا اللاعب فهد عبد الله مهاجم عيال الديب، أخطر عنصر في صفوف نادي السد. ضربة خطأ في التنفيذ، الكابيتانو عبد الله العلي. هل نتابع الهدف الأول؟ عبد الله العلي أطول عنصر في هذه المباراة، قلب الأسد، مدافع عيال الديب، هل يتمكن من زيارة شباك معتز الهجري؟ ننتظر ونعاين هذه الكرة المباشرة التي بإمكانها أن تأتي بالخطورة. ضربة خطأ مباشرة في التنفيذ، عبد الله تلعب الكرة، الله على كرة لعبت بطريقة أكثر من رائعة
من عبد الله العلي، لكنها كانت محادية بسنتيمترات قليلة عن شباك معتز. شوف الكرة كيف لعبت، صوبت بطريقة جميلة جدا وبطريقة مركزة جدا، بقليل من الدقة كان بإمكاننا أن نتابع الهدف الأول في هذه المباراة من تسجيل اللاعب عبد الله العلي، لكن الكرة مرت محادية. تعود الكرة دائما لعناصر نادي الدحيل. معتز الهجري، معتز يمرر الكرة أقصى الجهة اليمنى، تبعد من عبد الله في وسط الميدان. دائما صراع كبير جدا، الكرة ما زالت داخل البساط الأخضر. حكم المباراة يقول ضربة خطأ، ضربة خطأ في حق المهاجم مبارك الشيب، أو في حق مهاجم مدافع نادي السد. مبارك الشيب هو من ارتكب الخطأ. تلعب الكرة دائما لعناصر الدحيل في الجهة اليسرى، محاولة المراوغة، محاولة الانطلاق، تحضير الكرة في اتجاه اللاعب دياب هارون. دياب هارون طه يختار التريوت. التدخل من المدافع خالد الريامي امامنا على الصورة، وبالتالي تخرج رمية التماس لصالح عناصر الدحيل من الجهة اليسرى. هل ينتهي الشوط الأول أبيضا؟ هل ينتهي بنتيجة سلبية؟ أم أنه بإمكاننا أن نتابع هذا في أي لحظة؟ التوغل من دياب والدفاع في المراقبة، تخرج رمية التماس دائما لصالح عناصر الدحيل. هل نتابع هدف مع نهاية الجولة الأولى على بعد 3 دقائق من نهاية الجولة الأولى؟ حكم المباراة يقول رمية التماس دائما لعناصر الدحيل الذين يضغطون في هذه اللحظات بحثا عن الهدف الأول، الهدف الذي سيجعل نادي الدحيل يصل إلى النقطة 18 وبالتالي يعادل الرصيد من النقاط مع نادي السد صاحب الوصافة ب 18 نقطة. احتجاج من المهاجم، أعتقد بأن الكرة لم تخرج، أعتقد بأن الكرة لم تخرج، لكن على عين حكم المساعد الأول أعلن عن الرمية التماس. احتجاج مبالغ من فاضل عبد الله، وحكم المباراة لا يتردد ويشهر البطاقة الصفراء، ولو أنه فهد يعني محق ومصيب في قراره، لكن الاحتجاج بهذه الطريقة يعني بطريقة مبالغ فيها أكيد لن يسمح به قاضي المباراة السيد جمال عمر. رمية التماس دائما لصالح نادي الدحيل. تلعب الكرة على الإبعاد من الدفاع، والصراع كبير جدا في وسط الميدان. تعود الكرة دائما للدحيل، البحث عن أقصى الجهة اليمنى، المتابعة دائما من دفاع نادي السد. تستأصل الكرة، تعود مرة أخرى السدوية في وسط الميدان، البحث عن أقصى المهاجم، عن أقصى مهاجم، لكن تصل للحارس معتز الهجري. معتز الهجري نادي الدحيل كما قلت يدخل هذه المباراة ب4 مدافعين، نفس العدد في صفوف نادي السد ونفس الخطة، يعني 4-3-3 نفس الناج يعتمد عليه كلا المدربين عبد الرضا وأيضا المدرب الأوكراني فيكتور أسيكو قائد عيال الديب في هذا الدوري وفي هذه المباراة. كرة دائما سدوية، ممكن تمرير الكرة، التحضير، تحضر الكرة بهذه الطريقة، البحث عن التمريرة البينية، المنافذ مغلقة حتى اللحظة، من سيجد الحل ومن بإمكانه أن يصل إلى شباك الفريق الخصم. السد يضغط في هذه اللحظات من الجهة اليسرى، إمكانية التوغل، لكن الدفاع يقض، الدفاع متراس حتى اللحظة. حكم المباراة يقول رمية التماس، يعني من الصعب جدا أن تجد الحلول وسط
هذا التكتل الدفاعي، خمس مدافعين بالإضافة إلى لاعبي الارتكاز يعودون كلما سنحت لهم الفرصة، وبالتالي التحيل من الناحية التنشيط الدفاعي حتى اللحظة يقدم دفاع أكثر من رائع. وأيضا على المستوى الهجومي سداوية دائما من الجهة اليسرى، عيال الديب يبحثون عن افتتاح النتيجة، فهل سيتأتى لهم ما يريدون في هذه اللحظات على بعد كما قلت دقيقتين كوقت بدل ضائع؟ تعود الكرة السداوية في وسط الميدان، أعتقد بأن النتيجة السلبية هي التي ستنتهي بها مجريات الجولة الأولى. واضح جدا هذا السيناريو، تدخل من المدافع، حكم المباراة يقول لمسة يد، وبالتالي ضربة خطأ غير مباشرة لصالح عيال الديب. هل نتابع هدف مع نهاية الجولة الأولى التي يعني كانت يعني متكافئة بين الفريقين وعرفت تحفظ كبير جدا من كلا الفريقين؟ لم نشاهد فرص كثيرة هنا، الرأسية حاضرة لكنها كانت محادية لشباك الحارس معتز الهجري، الرأسية بهذه الطريقة من اللاعب طلال فرج، المدافع صعد وأراد أن يصنع الفارق لكنها كانت محادية، وبالتالي ضاعت الفرصة على عيال الديب. 0-0 على بعد ثواني معدودة من نهاية الجولة الأولى. تنفذ ضربة مرمى من معتز الهجري، البحث عن أقصى المهاجم، أقصى الجهة اليمنى دائما لعناصر نادي التحيل. التدخل من الدفاع، تخرج رمية التماس، نعم يقول الحكم المساعد الأول لصالح عيال الديب هذه المرة من الجهة اليسرى. تنفذ رمية التماس بسرعة، تعود لعناصر عناصر عيال الديب. عساد أقصى الجهة اليمنى، فرصة خطيرة، فرصة التوغل، لكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى الرمية التماس. أعتقد بأنه في هذه اللحظات، نعم في هذه اللحظات، يعلن حكم المباراة السيد جمال عمر عن نهاية الجولة الأولى من هذا اللقاء، الجولة التي انتهت سلبية بنتيجة 0-0. ألتقيكم بعد ربع ساعة من الآن، لكن قبل ذلك الكلمة والصورة تنتقلان للزميل إبراهيم الكواري. إبراهيم، إليك الخط. مجددا هنا في استاد حمد بن خليفة من أجل متابعة مجريات الجولة الثانية من لقاء القمة، قمة الجولة الثامنة من الدوري القطري للناشئين بين فريقي السد والتحيل. الجولة الأولى كما تابعتم انتهت سلبية بين الناديين، طبعا شاهدنا فيها بعض الفرص لكن لم تكن كافية من أجل أن نشاهد أهداف في الجولة الأولى. ننتظر كيف ستكون الجولة الثانية وما هي التعليمات التي قدمها مدربو الفريقين، سواء فيكتور أسيكو المدرب الأوكراني قائد عيال الديب أو عبد الرضا الزنجبر قائد فريق الدحيل. الجولة الثانية نتمنى مشاهدينا الكرام أن تكون أكثر إثارة وأن نتابع فيها الأهداف، وهذا ما يهم في نهاية المطاف. أذكر بتشكيلة الفريقين، الدحيل بالعناصر التالية في حراسة المرمى، معتز بالله ليشري رباعي الدفاع، عبد العزيز الكواري، محمد عياش، عبد الله عرفة، فهد الجاسم في وسط الميدان، نجد عبد الرحمن البسطي، انس حبيب، دياب طه، وفي الهجوم الثلاثي مبارك الشيب، بدر المرفدي، وعبد الرحمن الجاسم. في المقابل عيال الديب بنفس العناصر التي اقحمها المدرب فيكتور أستيكو مع بداية الجولة الأولى في حراسة المرمى، يوسف بليده، بقية اللاعبين في الدفاع، نجد عبد الله اليزيدي هنا، كرة خطيرة لصالح عيال الديب لكن التدخل من الدفاع، قلت عبد الله اليزيدي، عبد الله العلي، طلال فرج، أحمد طيف الله في وسط الميدان، مصطفى مشعل، فيصل الزادة، خالد الريامي، وفي الهجوم نجد أحمد العبيد لهداف الفريق، عبد الله إسحاق، وفاد عبد الله. هنا كرة دائما من الجهة اليسرى لعيال الديب،
والبحث عن تسجيل الهدف الأول مع بداية الجولة الثانية. التوغل حكم المباراة يقول ولا شيء، تعود مرة أخرى لعناصر الدحيل أقصى الجهة اليمنى لانطلاق التوغل. التفوق حاضر من المهاجم، إمكانية التمرير، حكم المباراة يتدخل ويقول ضربة خطأ مباشرة لصالح عناصر الدحيل بعد التدخل الذي كان في حق المهاجم بدر المرفدي. التدخل كان من المدافع عبد الله العلي، وبالتالي ضربة خطأ مباشرة لصالح الدحيل الذي حصل على كرات مباشرة من ضربات الخطأ وأيضا من ركنيات في الجولة الأولى، لكنه لم يستغلها تمام الاستغلال. هل يفعل ذلك؟ هل يفعل ذلك في الجولة الثانية؟ ننتظر ضربة الخطأ في تنفيذ الدائرة الأيسر أمامنا على الصورة. فهد الجاسم، هل يأتي الهدف الأول مع بداية الجولة الثانية؟ فهد في التنفيذ، تلعب الكرة مباشرة والدفاع يتدخل مرة أخرى. السد يبحث عن الهجمات المرتدة السريعة، هنا كرة دائما سداوية، التحضير لكن التمريرة افتقدت للدقة اللازمة وبالتالي تضيع وتعود مرة أخرى لصالح الحارس يوسف بليدة أمامنا على الصورة، حامي عرين عيال الديب في هذه المباراة. شوط ثاني نتمنى حقيقة أن يكون مثير وأن نتابع فيه أهداف التي بإمكانها أن تعطي طعما خاصا لهذه القمة بين مدرستين كما قلت كبيرتين على المستوى المحلي والقاري. السد النادي المعروف بإنجاب المواهب وتفريخ المواهب، وكذلك نادي الدحيل مدرسة كبيرة جدا في يعني تفريخ المواهب وتطعيم كل المنتخبات السنية للعناب القطري. رمي التماس من الجهة اليمنى أمامنا المدرب عبد الرضا، تلعب رمي التماس بسرعة، دفاع عيال الديب يتدخل، تلعب الكرة دائما، حذاري من هذه المراوغات في هذه الأماكن بالذات، تلعب الكرة، صراع كبير جدا. حكم المباراة يقول ضربة خطأ لصالح الدحيل في التنفيذ. اللاعب عبد العزيز الكواري دائرة الأيمن، شوف التدخل بهذه الطريقة، صراع بدني كبير جدا بين لاعبي الفريقين. كرة دائما في وسط الميدان لصالح نادي الدحيل أقصى الجهة اليمنى، التحضير من عبد الرحمن البسطامي، البحث عن المهاجم بارك الشيب، التمرير لكن الأقرب إلى الكرة مصطفى مشعل. حكم المباراة يقول ضربة خطأ لصالح عيال الديب في وسط الميدان. دائما في التنفيذ المدافع عبد الله العلي الذي كان قريب جدا من تسجيل هدف في الجولة الأولى من ضربة خطأ مباشرة، يعني لاعب طويل القامة لكنه يجيد تنفيذ الكرات المباشرة بشكل جيد ورائع. كرة دائما في وسط الميدان من الجهة اليمنى، محاولة المراوغة، محاولة توغل، التصويب لكن الكرة محادية لمرمى الحارس معتز بالله الهجري. شوف المراوغة بهذه الطريقة وشوف كيف توغل صوب، لكن الكرة كانت محادية، ضاعت وتعود للدحيل مرة أخرى. البحث عن التمريرات العرضية البينية لكن دفاع نادي السد الأقرب إلى الكرة أقصى الجهة اليسرى دائما، سداوية، توغل، الانطلاقة، القوة البدنية مطلوبة، المدافع الأقوى في هذا التدخل، وبالتالي تعود الكرة لعناصر الدحيل في وسط الميدان. بينية دائما في اتجاه النجم دياب طه، هداف الفريق بثمان أهداف رفقة اللاعب بدر المرفدي، ثمان أهداف لكل لاعب في المقابل أحمد لعبيدلي في صفوف نادي السد، والآخر تمكن من تسجيل ثمان أهداف على مدار سبع جولات مضت. ونحن نلعب كما قلت في الجولة الثامنة، العربي متصدر ب 19 نقطة والسد الوصيف ب 18 نقطة،
فيما الغرافة ثالثا ب 16 نقطة، وتحيل طرف هذه المباراة ب 15 نقطة. تلعب الكرة بينية، كرة خطيرة، جول جول جول. عيال الديب يكشرون عن أنيابهم في هذه اللحظات. الهدف الأول في هذه المباراة، المهاجم من سجل من المدافع. شوف الكرة كيف لعبت من الجهة اليسرى، التوغل، التحضير، ثم التمرير على مرتين، صوب وسجل هدف أول لصالح عناصر عيال الديب. شوف الكرة كيف لعبت، استلمها بالرجل اليمنى وصوبها بالرجل اليسرى، وبالتالي هدف أول عن طريق فيصل الزادة لاعب وسط الميدان. فيصل الزادة هو من سجل، هو من افتتح نتيجة هذه المباراة في الجولة الثانية، التي كما قلت نريدها أن تكون مليئة بالأهداف، نريدها أن تكون أكثر إثارة مقارنة مع الجولة الأولى التي تابعنا فيها فرص لكنها كانت معدودة على رؤوس الأصابع، ربما فرصتين من التحيل وفرصة واحدة من السد. لكن الجولة الثانية يبدو بأننا سنتابع إيقاع آخر، إيقاع جميل جدا. هنا كرة من الجهة اليمنى، فرصة تحضير الكرة، والحكم أكيد سيقول ركنية، ركنية، لأنه عبد الله العلي آخر من تدخل. ركنية لعناصر التحيل الذين سيبحثون في هذه اللحظات. شوف الروح القتالية من مبارك الشيب، وهذه ردة فعل المدرب الأوكراني فيكتور أسهيكو الذي حقق أو يحقق المبتغى مع بداية الجولة الثانية. ركنية دائما لصالح عناصر التحيل، تلعب بسرعة، محاولة المراوغة، التوغل، الدفاع الأقرب، الدفاع الأقوى، عدد سداوية ممكن من هجمة مرتدة سريعة جدا. عبد الله إسحاق يراوغ، عبد الله يتوغل، يمرر الكرة دائما في وسط الميدان، البحث عن أقصى المهاجم، ودفاع التحيل يتدخل ليسجل التحيل. الآن سنتابع مباراة يعني ستكون أكثر روعة مقارنة بالجولة الأولى. طبيعي جدا أن يضغط التحيل في هذه اللحظات بحكم أنه استقبل هدف مع بداية الجولة الثانية، وهذا هو السيناريو الذي لم يكن ينتظره ولا حتى يتمناه المدرب عبد الرضا زنجر. كرة دائما من الجهة اليمنى، تلعب الكرة لصالح عناصر التحيل، ممكن تحضير الكرة، يختار المراوغة، ما زالت الكرة، التحضير والدفاع الأقرب بعد تمريرة مبارك الشيب. تخرج رمية التماس، رمية التماس دائما لعناصر التحيل في وسط الميدان، التمريرة بهذه الطريقة، لكن الكرة تخرج. أعتقد بأن هناك أحد لاعبي ساقط على رقعة الميدان، أصيب في الاحتكاك الماضي، وبالتالي في انتظار تقديم الإسعافات الأولية. سلامات، احتكاكات بدنية كبيرة جدا تابعناها في هذه المباراة. اللاعب أحمد ضيف الله الظهير الأيسر، أكيد صراع كبير جدا بين هذا اللاعب وبين مهاجم التحيل مبارك الشيب، وأيضا عبد العزيز الكواري الظهير الأيمن. هذه الجهة التي أكيد ستعرف يعني ضغط من عناصر التحيل بحكم أنهم يعني المنهزمون حتى اللحظة بهدف للصفر، وبحكم أن السد متقدم بهدف للصفر سيبحث عن تأمين النتيجة، لما لا ممكن بهدف ثاني. لكن التحيل يضغط في هذه اللحظات، كرة دائما من الجهة اليمنى، المراوغة، البحث عن أقصى البحث عن التمرير، تعود الكرة، صراع كبير جدا. أحمد ضيف الله يتدخل على انطلاقة من نجم الفريق اللاعب فهد العبد الله، لكن الكرة تخرج، رمية تماس، سرعة كبيرة جدا لهذا اللاعب المهاجم، مهاجم نادي السد. وهنا التعليمات حاضرة من المدرب الأوكراني فيكتور أسهيكو، رمية تماس دائما لصالح عناصر التحيل. تلعب الكرة دائما في اتجاه اللاعب مبارك الشيب، تخرج مرة أخرى، هذه المرة لصالح عيال الديب من الجهة اليسرى. السد كما قلت يعني أو التحيل كما قلت احتل المركز الثاني الموسم الماضي خلف السد، السد الذي توج بالدوري الموسم الماضي.
ويعني تصدر الدوري بفارق 5 نقاط عن الوصيف نادي الدحيل. وبالتالي من المتوقع أن نشاهد صراع كبير جدا هذا الموسم على غرار الموسم الماضي، ولو أن نادي العربي يبقى الأقوى حتى اللحظة، يبقى هو المتصدر، وفي وجود أيضا نادي آخر اسمه الغرافة. أعتقد بأن الصراع هذا الموسم سيكون الرباعي بين العربي والسد والغرافة والدحيل. ضربة خطأ في وسط الميدان دائما لصالح عيال الديب في التنفيذ. آخر مدافع عبد الله العلي، عبد الله العلي تلعب الكرة على البحث عن أقصى مهاجم من الجهة اليمنى، هل يفعلها السد ويلدغ شباك الحارس معتز للمرة الثانية. تلعب الكرة دائما لعناصر الدحيل من الجهة اليمنى على الانطلاقة، لكن الصراع كبير جدا بين مبارك الشيب وأحمد طيف الله. مبارك يتفوق ويعيد الكرة لمحمد عياش دائما في المناطق الخلفية. عبد العزيز الكواري على الإبعاد تعود من مبارك الشيب دائما في وسط الميدان، الانطلاقة من عبد الرحمن البسطي. عبد الرحمن في وسط الميدان تستأصل منه الكرة لعيال الديب، ممكن تحضير الكرة من الجهة اليسرى، ممكن التمرير، ممكن المراوغة على التمرير بهذه الطريقة من اللاعب مصطفى مشعل دائما في أقصى الجهة اليسرى. تعود مرة أخرى السداوية، حكم المباراة يقول ولا شيء، تمرر الكرة لكن تعلو الأخشاب. حكم المباراة لم يعلن عن أي شيء وأعلن استئناف مجريات اللقاء. تغيير في هذه اللحظات، دخول اللاعب أحمد بلال المهاجم اليمين جناح يمين، وخروج اللاعب أحمد ضيف الله. وبالتالي السد يعني يقحم مهاجم ويخرج مدافع. لا أعرف ما هي أفكار المدرب فيكتور أسيكو، مفروض تعزيز المناطق الدفاعية بحكم أنه هو المتقدم. على أي رمية تماس لصالح عيال الديب من الجهة اليمنى، هدف ثاني بإمكانه أن يجعل فريق السد أكثر ارتياحا وأكثر طمأنينة، ويجعله يتعامل مع باقي الدقائق بكل راحة. لكن الدحيل لن يسمح بذلك في اعتقادي، لأنه هدف ثاني يعني بأنه سيخسر هذه المباراة التي كما قلت تعتبر مهمة جدا للنادي. إذا ما أراد الالتحاق بمقدمة الترتيب، الالتحاق بالسد ومعادلة الرصيد من النقاط والوصول إلى النقطة 18 بالنسبة لعناصر الدحيل، هذه المباراة بمثابة 6 نقاط، يعني عصفورين بحجر واحد، الفوز بالنقاط 3 والالتحاق بوصافة الدوري مناصفة مع عيال الديب، فيما السد يريد انتزاع الصدارة من العربي. هنا التصويبة ما زالت خطيرة، ما زالت خطيرة جدا، لكن الكرة تخرج وتغادر رقعة الميدان إلى ضربة مرمى. شوف 3 مهاجمين في مواجهة 4، الزيادة العددية الدفاعية، لكن المهاجم أحمد العبيدلي يريد أن يسجل 9 أهدافه مع النادي هذا الموسم. كما قلت هذه الجولة 8، تلعب ضربة مرمى دائما على الانطلاقة من مهاجم عيال الديب، التمرير فرصة خطيرة دائما في اتجاه أحمد العبيدلي. أحمد والدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى الركنية. التدخل كان من اللاعب محمد عياش مدافع نادي الدحيل، في آخر لحظة تدخل من أمام أحمد العبيدلي، وبالتالي الركنية. شوف الصراع الكبير جدا بين المهاجم والمدافع. الدحيل لا يريد استقبال هدف ثاني في هذه اللحظات، لأنه سيكون قاسي وقاسي جدا على الفريق الذي قدم جولة أولى أكثر من رائعة. تلعب الركنية الرأسية حاضرة، ما زالت الكرة أعتقد بأنها غادرت، نعم غادرت رقعة الميدان، وبالتالي ضربة مرمى. السد يحاول الاعتماد على اللاعب عبد الله العلي في الكرات المباشرة،
كما قلت هو أطول عنصر في هذه المباراة، وبالتالي بإمكانه أن يقدم الإضافة في الكرة المباشرة. هنا انطلاقة، فرصة تعديل الكفة، فرصة خطيرة، ودفاع عيال الديب يتدخل عن طريق اللاعب طلال فرج. فرصة كانت مناسبة لتعديل الكفة. شوف الكرة كيف لعبت وكيف يعني مرر الكرة من أمام اللاعب عبد الله العالي، صوب لكن الدفاع يتدخل. بدر المرفدي يريد صناعة الفارق، يريد تسجيل الهدف الثاني في هذه المباراة، هدف التعادل. فرصة خطيرة، فرصة جول، ضاعت من أمام المهاجمين وصلت إلى الحارس يوسف بليدا. لعبت بسرعة دائما من الجهة اليمنى لعيال الديب. التحضير بهذه الطريقة، ممكن تمرير الكرة بطريقة جميلة جدا، الوان تو والخدوات، فرصة للتحضير، الكرة من الجهة اليمنى دائما، فرصة خطيرة جدا لكن الحارس الأولى إلى هذه الكرة. أعتقد بأن الحكم سيشهر بطاقة صفراء. نعم، ذلك ما فعل، بطاقة صفراء في حق اللاعب أحمد العبيدلي بعد أن تدخل في حق الحارس معتز الهشري، يعني تدخل زائد. معتز هو الذي وصل إلى الكرة أولا، كان بإمكان أحمد العبيد لتفادي هذا الاحتكاك وبالتالي يتسبب في إصابة الحارس، وحكم المباراة كان صارم جدا في يعني قراره وأشار البطاقة الصفراء. السد كما قلت يريد الفوز بنقاط هذه المباراة كاملة وخطف الصدارة. بطل الدوري الموسم الماضي لا يريد أن يتخلى عن اللقب، يريد أن يحافظ عليه للمرة الثانية على التوالي. نادي السد الذي يعتبر أحد أكثر الأندية القطرية كما قلت جماهيرية وأكثرها تتويجا بالألقاب على مستوى كل الفئات، وفي كل الفئات العمرية سواء منها الكبيرة أو الصغيرة. السد الذي يمتلك أكاديمية كروية تعتبر من بين أفضل الأكاديميات على مستوى العالم العربي، على الأكاديمية التي تعمل على تنمية المواهب الشابة ودفع الناشئين إلى اكتساب خبرات وتجارب قبل التحاقهم بالفريق الأول. عمل كبير جدا يقوم به هذا النادي العظيم على مستوى الفئات السنية الصغرى، وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية العالمية أكاديمية سباير للتفوق الرياضي. والدليل كما قلت على هذا التفوق هو مدرسة السد، هو وجود لاعبي الفريق في كل الفئات السنية القطرية سواء الناشئين أو الشباب أو حتى المنتخب الأولمبي، حتى الفريق الأول يعني العنابي القطري تجد أكثر من اسم في التشكيلة الرسمية من أبناء نادي عيال الديب. كرة دائما من الجهة اليسرى، فرصة المراوغة، التوغل، فرصة تحضير الكرة، ما زالت خطيرة، ما زالت خطيرة لكن الحارس معتز الهجري يتدخل من أمام المهاجم فهد أو خالد الريامي. على أي كرة دائما في وسط الميدان، السد يحقق المبتغى حتى اللحظة، والتحيل يريد تعديل الكفة، لا يريد أن يخسر في هذه المباراة لأنه يعلم بأنها مهمة جدا. مباراة من ست نقاط كما قلت، تعود الكرة سداوية في وسط الميدان، محاولة المراوغة على التمرير دائما تصل إلى عبد الله إسحاق في وسط الميدان في اتجاه اللاعب خالد الريامي. البحث عن الجهة اليمنى، ممكن على المراوغة، ممكن التوغل على المراوغة بهذه الطريقة، فرصة خطيرة والدفاع يتدخل. الكرة خرجت نعم، يقول الحكم المساعد الأول، وبالتالي ركنية من الجهة اليمنى، إيقاع مرتفع في الجولة الثانية نوعا ما، نفس الإيقاع تبعناه مع نهاية الجولة الأولى لكن كان من طرف نادي التحيل. السد هذه المرة هو من يضغط بعد تمكنه من تسجيل الهدف الأول، يريد أن يصل إلى شباك الحارس معتز للمرة الثانية. تلعب الكرة من الجهة اليمنى دائما سداوية، محاولة تمرير، فرصة خطيرة بالكعب على طريقة تيري أوري، يريد أن يضع الكرة في الشباك لكن تخرج الكرة، رمية تماس من الجهة اليمنى. هذه المرة من الجهة اليسرى سداوية دائما في تنفيذ
المهاجم فهد عبد الله. الرمية التماس، دفاع الدحيل يتدخل في وسط الميدان دائما، فرصة لهجمة مرتدة، لاعب مع ثلاث مدافعين هل يصنع الفارق؟ يتوغل يحاول المراوغة، المراوغة حاضرة، الدفاع يتدخل، ما زالت خطيرة لعناصر الدحيل، تحضير بهذه الطريقة لكن الدفاع يتدخل وتعود مرة أخرى في وسط الميدان. مصطفى مشعل يبحث عن أقصى الجهة اليسرى، السد الأقرب لتسجيل الهدف الثاني، إضافة الهدف الثاني، ممكن تمرير أقصى الجهة اليمنى، ما زالت خطيرة جدا، والدفاع يتدخل مرة أخرى ويبعد الكرة. الآن الفراغات موجودة، الآن الهجمات بإمكاننا أن نتابع من خلال هدف هنا المراوغة، لكن المدافع طلال فرج يتدخل ويبعد الكرة إلى رمية التماس لعناصر الدحيل من الجهة اليسرى. تلعب رمية التماس بسرعة دائما، التحضير ممكن على المراوغة، يختار التمرير، الفكرة أكثر من جيدة، حكم المباراة يقول ضربة خطأ، ضربة خطأ بعد التدخل في حق اللاعب عبد الله العلي واحتجاج المهاجم. شوف التمريرة البينية الأكثر من رائعة في اتجاه اللاعب بدر المرفدي الذي قلت بأنه هداف الفريق رفقة دياب طه بثمان أهداف لكل لاعب، وبالتالي حكم المباراة لم يتردد وأعلن عن ضربة خطأ لصالح عيال الديب. تنفذ في وسط الميدان دائما، في وسط الميدان أقصى الجهة اليمنى، سداوية دائما، التحضير على التمرير دائما، دفاع الدحيل يتدخل ودفاع السد مرة أخرى في اتجاه فهد عبد الله، تنتزع منه الكرة، هل ارتكب الخطأ حكم المباراة؟ يقول ضربة خطأ في هذه اللحظات، ضربة خطأ، واعتقد بطاقة صفراء نعم في حق اللاعب بارك شيب بعد تدخله في حق اللاعب خالد الريامي لاعب وسط الميدان، وبالتالي حكم المباراة حتى اللحظة قراراته كلها صائبة، كل قرارات هذا الحكم صائبة، يقود هذه المباراة إلى بر الأمان وقريب جدا من كل الكرات، وهذا يحسب لهذا الحكم الذي قلت بأنه خاض أو قاد مجموعة من المباريات الموسم الماضي في دوري النجوم وكذلك في دوري قطر غاز تحت 23 سنة. أهم مباراة هذا الموسم هي نصف نهائي البطولة التنشيطية تحت 19 سنة بين الغرافة والدحيل، كرة دائما لصالح الدحيل من الجهة اليمنى، التمريرة البينية لكن الفكرة كانت رائعة لكن سوء تفاهم بين المهاجم، سوء تفاهم بين المهاجمين، كرة دائما من الجهة اليمنى سداوية، محاولة تمرير، التوغل، الانطلاقة، الدفاع يتدخل دائما من الجهة اليسرى لصالح عناصر الدحيل، ممكن المراوغة، ممكن المراوغة نعم، الانطلاقة، ممكن التوغل، إمكانية التمرير، يختار المراوغة والدفاع يتدخل، حكم المباراة يقول ضربة مرمى، كما قلت السد في المركز الثاني بمجموع 18 نقطة، حتى اللحظة هو في الصدارة بمجموع 21 نقطة كما قلت في انتظار مباراة العربي في هذه الجولة. السد بست انتصارات ويسير نحو تحقيق الانتصار السابع، وهزيمة واحدة كانت أمام المتصدر نادي العربي بهدفين لهدف، عيال الديب سجلوا ما مجموع 29 هدفا، وهدف هذه الأمسية هو الهدف رقم 30، واستقبلت شباكهم 5 أهداف في المقابل نادي الدحيل في المركز الرابع بمجموع 15 نقطة بعد انتصاره على في 5 مباريات وهزيمته في 2، سجل الفريق ما مجموع 36 هدفا واستقبلت شباكه حتى اللحظة 15 هدفا، يبقى نادي العربي النادي المتصدر صاحب أقوى هجوم في الدوري حتى اللحظة بما مجموع 31 هدفا، والأضعف هجوميا يبقى نادي أم صلال متدين الترتيب بست أهداف، الأقوى دفاعيا حتى اللحظة السد والغرافة استقبلت شباكهم 5 أهداف فقط من 7 جولات، والأضعف دفاعيا نادي قطر وأم صلال، أم صلال الذي قلت بأنه حتى اللحظة لم يحقق أي انتصار
لم يحقق أي تعادل، وبالتالي يتديل الترتيب بدون رصيد من النقاط. صفر نقطة لهذا النادي، سبع هزائم متتالية في مقابل الملك القطراوي في نجده في المركز السابع بما مجموعه سبع نقاط من انتصارين وتعادل وأربع هزائم. الرهيب الرياني في المركز السادس بمجموع ثمان نقاط من انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم، وبالتالي صراع كبير جدا في مقدمة الترتيب وأيضا في وسط الترتيب، على اعتبار بأنه أندية الوكر الريان قطر بإمكانها أن تلتحق بمقدمة الترتيب في باقي الجولات. حكم المباراة يقول ضربة خطأ، ضربة خطأ في وسط الميدان لصالح عيال الديب. اقتربنا من الدخول للربع الساعة الأخيرة من عمر هذه المباراة، والنتيجة كما تتابعونها هدف للصفر لصالح عيال الديب سجلوه مع بداية الجولة الثانية، بينما هنا كرة خطيرة، التصويب حاضر لكن افتقد للدقة من البديل أحمد بلال الذي أقحمه المدرب فيكتور سيكو. بداية الجولة الثانية مكان المدافع ظهير الأيسر أحمد ضيف الله. ضربة مرمى لصالح الدحيل، هل يتمكن الدحيل من تعديل الكفة في باقي دقائق هذه المباراة أم أن السد يسير نحو تحقيق الانتصار وتجاوز عتبة الدحيل والوصول إلى صدارة الدوري؟ صدارة مؤقتة كما قلت في انتظار نتيجة نهائية لمباراة نادي العربي المتصدر. تلعب الكرة من الجهة اليمنى دائما سدوية، عبد الحيل يدافع والسد يهاجم، السد الأقرب لإضافة هدف ثاني، ممكن المراوغة، جول جول جول، الثاني من عيال الديب في هذه اللحظات عن طريق هداف الفريق أحمد العبيدلي، هدف ثاني أكثر من رائع. شوف التوغل، شوف الصراع الكبير جدا بين المدافع والمهاجم، انطلق أحمد تحكم في الكرة، صوب الكرة على يسار الحارس معتز العشري، وبالتالي السد يصل إلى شباك نادي الدحيل للمرة الثانية في الجولة الثانية. هدفين للصفر بإمكانها أن تعقد مهمة أبناء المدرب عبد الرضا زنجبر. هدفين للصفر، وما هي التعليمات التي بإمكان المدرب أن يقدمها لعناصره في هذه اللحظات؟ ممكن سنتابع تغييرات، ممكن تغييرات هجومية بالأساس، دخول اللاعب علي ناصر وخروج اللاعب عبد الرحمن الجاسم رقم 11، وبالتالي المدرب عبد الرضا الزنجبر يعني يقحم اللاعب علي ناصر من أجل تقديم الإضافة الهجومية. الدحيل يعاني في هذه اللحظات، والسد الأفضل في الجولة الثانية الأكثر نجاعة والأكثر قوة والأكثر إصرار والأكثر ذكاء، لماذا؟ لأنه يضغط ويستغل أنصاف الفرص عكس نادي الدحيل الذي سنحت له مجموعة من الفرص في الجولة الثانية لكنه لم يستغل فرص نادي الدحيل أكثر من فرص نادي السد، لكن السد من فرصتين حقيقيتين للتسجيل يصل إلى شباك الحارس معتز العشري أو معتز بلال العشري. كرة دائما في وسط الميدان لصالح عناصر الدحيل، هل يقلصون الفارق؟ دياب طه نجم الفريق يمرر الكرة لعبد الرحمن البسطامي، يصوب عبد الرحمن لكن الكرة تعلو الأخشاب، وضربة مرمى لصالح عيال الديب لصالح الحارس يوسف بليدة. هدفين لصفر، تغيير مرة أخرى هذه المرة لصالح عيال الديب، دخول اللاعب سيف الرميحي، سيف الرميحي مكان اللاعب خالد الريامي، وبالتالي المدرب فيكتور سيكو يقحم لاعب وسط الميدان بإمكانه أن يقدم يعني الإضافة في هذه المنطقة الحساسة. دماء جديدة مهمة جدا للنادي من أجل السيطرة على وسط الميدان، وهو من يتقدم بهدف للصفر أو بهدفين للصفر حتى اللحظة. ضربة خطأ تنفذ من حارس المرمى، التدخل دائما تخرج رمية التماس من الجهة اليسرى لصالح عيال الديب. أعتقد بأن المباراة يعني تسير نحو انتصار نادي السد. اللهم إذا تابعنا
يعني عودة وريمونتادا من طرف نادي التحيل، وهذا يعني صعب جدا بالنظر إلى يعني هذا الأداء الذي نتابعه، بالنظر أيضا إلى سيناريو الجولة الثانية. حكم المباراة يقول ضربة خطأ لصالح عيال الديب في وسط الميدان. شوف التدخل بهذه الطريقة في حق اللاعب مصطفى مشعل، ضربة خطأ تنفذ بسرعة، الدفاع يبعد الكرة وتخرج الرمية التماس. لاعبو نادي التحيل تحس بأنهم أذكياء، لماذا؟ لأنهم رغم انتصارهم ورغم تقدمهم بهدفين لصفر يضغطون من أجل عدم إتاحة الفرصة للفريق المنافس للسيطرة على مجريات اللقاء والعودة وتقليص الفارق. لما لا والتعادل، لما لا، كل شيء ممكن. تخرج الكرة ركنية سداوية من الجهة اليسرى، التدخل كان من المدافع عبد العزيز الكواري وبالتالي تخرج ركنية. حكم المباراة يقول ضربة مرمى، حكم المباراة يقول ضربة مرمى، ربما بإشارة الحكم المساعد الأول. كرة دائما في وسط الميدان سداوية من الجهة اليسرى، محاولة المراوغة، إمكانية تحضير الدفاع الأقرب، الانطلاقة دائما المراوغة من الجهة اليسرى دائما لصالح عيال الديب عن طريق الدئب فهد العبد الله، تستأصل منه وتعود لمدافعي نادي التحيل من الجهة اليمنى. ممكن المراوغة، المراوغة، لكن أين المرور وأين السبيل أمام هذا البرج عبد الله العالي، أطول عنصر في المباراة، صمام الأمان في صفوف نادي السد. كرة دائما من الجهة اليمنى لعناصر التحيل، محاولة المراوغة، إمكانية التمرير، ممكن التصويب، فرصة للتصويب، التصويبة ما زالت خطيرة، الحارس يتدخل ويبعد الكرة إلى الركنية من الجهة اليمنى. هل سيكون هنالك تغيير آخر في صفوف نادي الدحيل؟ دخول اللاعب أسامة بلغيت، أسامة بلغيت يدخل في هذه اللحظات مكان عبد الله عرفه. ركنيه دائما لصالح عناصر التحيل، تلعب الكره من الجهه اليمنى، التمريره لكنها بعيده جدا، بعيده جدا، وتخرج ضربه مرمى لصالح عيال الديب. التحيل يعجز في هذه اللحظات عن تعديل الكفه، لكن السؤال مطروح في يعني هذه اللحظات في اذهان عشاق الناديين معا، تفوق نادي السد على مستوى فئة الناشئين، فمن سيتفوق في دور النجوم؟ المباراة التي كما قلت تحبس الأنفاس بين المتصدر نادي الدحيل وبين السد الوصيف. السد إذا ما انتصر اليوم على الدحيل سينتزع صدارة دور النجوم، فهل ستكون هيمنة لصالح عيال الديب على حساب نادي الدحيل؟ لكن أعتقد بأن المباراة ستكون لها أرقام أخرى ومعطيات أخرى. هنا كرة من الجهة اليمنى، التصويب، لكن يتدخل المدافع عبد الله العلي، يراوغ بالطريقه التي يريد. تعود الكره لفهد عبد الله، المهاجم يعود، يعني المهاجم يعود ربما بتعليمات المدرب الى المناطق الدفاعيه من اجل مساعده دفاع نادي السد وتجنب استقبال هدف. هنا كره خطيره ومرت من امام بدر المرفدي، التمريرة كانت حاضرة من اللاعب أنس حبيب لكنها كانت محادية وبعيدة نوعا ما عن بدر المرفدي، وبالتالي ضاعت الكرة وتخرج ضربة مرمى لصالح عيال الديب. تنفذ بسرعة، رمية التماس، عبد الرضا زنجبر لا زال يقدم التعليمات، مدرب الذي قلت بأنه درب فئة الأمل وفئة الناشئين، درب كل فئات نادي الأهلي وكان مساعدا للمدرب عبد الله مبارك مدرب نادي الأهلي سابقا، درب أمل نادي الشباب ونادي الشمال، ودرب أيضا فئة الأشبال، درب أمل نادي الغرافة، درب جميع الفئات السنية للعنابي القطري، حاصل على شهادة تدريب للمحترفين سنة 2012 وهو محاضر يعني محلي على أي
المدرب عبد الرضا يفشل في التحدي. المدرب الأوكراني فيكتور أسيكو الذي يتفوق حتى اللحظة بهدفين للصفر. كرة دائما من الجهة اليسرى تخرج رمية التماس. رمية التماس حكم المباراة يقول لصالح من؟ لصالح عيال الديب. وربما سينذر كلا اللاعبين شفهيا لأن التدخل كان من المدافع في حق اللاعب أحمد العبيدلي من اللاعب محمد عياش. حكم المباراة حتى اللحظة يسيطر على أجواء اللقاء ومتحكم في زمام الأمور. حكم كما قلت يعني يقدم مباراة مثالية حتى اللحظة. 27 سنة الحكم المساعد الأول 18 سنة والحكم المساعد الثاني فهد الكعبي 17 سنة. على عين كرة دائما من الجهة اليمنى لصالح التحيل. محاولة المراوغة، محاولة التمرير، ما زالت الكرة على الخط. فرصة جول! جول! بدر المرفدي يقلص الفارق في هذه اللحظات. هداف الفريق يصل إلى شباك يوسف بليدة بتصويبة أكثر من رائعة. شوف الكرة كيف لعبت، شوف كيف حضرت، شوف كيف مررت بين لاعبين. الكرة لم تغادر، صوب بدر، سجل بدر في شباك يوسف بليدة. هدف بإمكانه أن يجعل أبناء فيكتور أسيكو في موقف لا يحسد عليه. مع نهاية الجولة الثانية على بعد 6 دقائق، أعتقد بأن السد سيعاني في هذه الدقائق. أعتقد بأنه سيعاني لأن التحيل سيرمي بكامل ثقله على عيال الذيب. سيبحث عن تعديل الكفة، سيبحث عن خطف النقطة من هذه المباراة. لا يريد خسارة النقاط الثلاث، يريد أن يفوز بهذه المباراة، أو على الأقل أقل الإيمان كما يقال أن يعادل الكفة أمام أبناء عيال الديب. ننتظر السيناريو الأخير. 7 دقائق 6 دقائق على نهاية المباراة. هل يتمكن نادي التحيل من تعديل الكفة أم أنه لأبناء عيال الديب آراء أخرى وكلمات أخرى وبإمكانهم أن يضيفوا الهدف الثالث؟ كرة دائما في وسط الميدان، تلعب الكرة على الإبعاد دائما، صراع كبير جدا. مصطفى المشعل مع اللاعب دياب طه. دياب يستحوذ على الكرة، تمرر في اتجاه اللاعب أسامة بلغيت. على التمريرة البينية، هل يفعل التحيل ويعادل الكفة؟ هل يفعل العنابي ويعادل الكفة؟ محاولة توغل الانطلاقة، فرصة التمرير، والدفاع يتدخل. سيعاني التحيل صدقوني، أو سيعاني السد عفوا صدقوني، مع نهاية الجولة الثانية، لأنه هدف بإمكانه أن يعطي الشحنات الإيجابية لنادي التحيل الذي بحث وبحث وبحث كثيرا عن الهدف الأول في هذه المباراة. كان قريب جدا مع نهاية الجولة الأولى واستقبل هدفين مع بداية الجولة الثانية. يسجل هدف قبل نهاية المباراة على بعد 7 دقائق. وربما تغيير في هذه اللحظات للمدرب فيكتور أسيكو سيقحم، في اعتقادي سيقحم مدافع، أغلب الظن سيقحم مدافع، لأنه في حاجة إلى تأمين الخطوط الدفاعية أكثر مما هو في حاجة إلى تسجيل الهدف الثالث. ولو أنه هدف ثالث يعني سيحسم الأمور بشكل نهائي. علاين ممكن بعد تنفيذ هذه الكرة، تنفذ الكرة، ضربة خطأ مباشرة راسية ممكن حاضرة. فرصة الثالث من عيال الديب، فرصة الضربة القاضية على التوغل. محاولة المراوغة ما زالت خطيرة، خطيرة جدا، ودفاع التحيل يتدخل ويبعد الكرة في وسط الميدان. دائما في وسط الميدان الصراع كبير جدا بين الفريقين. تمرر الكرة، هل يفعلها التحيل ويعادل الكفة في قمة الجولة الثامنة لدور الناشئين؟ تلعب الكرة تحت 17 سنة ويقدمون هذا الأداء، تحت 17 سنة ويقدمون هذا الأداء الاحترافي. وهذه المباراة أكثر من رائعة من الجهة اليسرى، سداوية دائما. الله على المراوغة، على الانطلاقة، فرصة التوغل على المدافع الأقرب الأكثر شراسة الأكثر قوة، يبعد الكرة إلى رمية التماس. تغيير، سالم المري يدخل مكان اللاعب أحمد العبيدي. أحمد العبيدي
ودخول اللاعب سالم المري. خروج مهاجم ودخول مدافع، وهذا ما تحدثت عنه، وهذا طبيعي جدا من حق فيكتور أسيكو أن يبحث عن تأمين النتيجة ويخرج منتصرا من هذه المباراة على بعد 3 دقائق من نهايتها. حكم المباراة يقول ضربة خطأ بعد التدخل الذي كان في حق المهاجم عبد الله إسحاق من الجهة اليسرى، ضربة خطأ سيكون في تنفيذ رأس الحربة. المهاجم القناص فهد عبد الله تلعب الكرة بهذه الطريقة، فرصة والدفاع يتدخل مرة أخرى، صراع كبير جدا، صراع كبير جدا، ممكن التصويب، التصويب بهذه الطريقة من مهاجم عيال الديب، لكن الحارس يتدخل، الحارس يرسل الكرة للمهاجم يقول له سجل وعدل الكفة. ركنية ممكن، نعم ركنية، ركنية، ولو أن التدخل كان من المهاجم من مبارك الشيب في حق طلال فرج، لكن حكم المباراة يقول الركنية. شوف الإعادة، الاتكاء بهذا الشكل، لكن حكم المباراة يقول ركنية لصالح الدحيل من الجهة اليمنى. هل يفعلها الدحيل ويسجل الهدف من ركنية مباشرة؟ ممكن هدف التعادل، ركنية تنفذ من بارك الشيب، خطيرة جدا، يتدخل برج المراقبة عبد الله علي يبعدها من أمام المهاجمين وقاد المباراة ينصفه ويقول له خذ ضربة خطأ، هذه مكافأة التدخل الجميل. شوف الخطأ وشوف التدخل من اللاعب رقم 33 أنس حبيب، أنس حبيب صاحب النظارات العجيبة الذي يريد أن يصنع العجب العجاب في آخر اللحظات ويعادل الكفة. كل شيء ممكن في عالم كرة القدم، كرة القدم التي يعني كما يعتبرها الجميع ليست بعلم صحيح، وبإمكاننا أن نتابع هدف التعادل لصالح نادي الدحيل. كرة من رمية التماس من الجهة اليمنى لصالح عيال الديب، تنفذ رمية التماس. السد يضغط في هذه اللحظات، كما قلت خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، والسد يريد أن يهاجم وألا يترك الفرصة لصالح عناصر الدحيل من أجل البحث عن تعديل الكفة. من الجهة اليمنى دائما سداوية، التمرير الوان تو على الخدوات، ممكن تحضير الكرة أقصى الجهة اليمنى، الفكرة أكثر من رائعة، الامتلاك أكثر من رائع، تعود الكرة دائما في وسط الميدان يعيدونها. طلال فرج يريدون امتصاص حماس الفريق المنافس، يريدون الاستحواذ على الكرة وعدم ترك الفرصة للفريق الخصم حتى بالتفكير، لا يريدون ترك الفرصة حتى بالتفكير بطريقة يعني الهجوم أو طريقة بناء الهجمات. يعني فريق محترف فريق عيال الديب. ضربة خطأ لصالح عيال الديب، فيكتور أسهيكو يسير نحو تحقيق الانتصار، يسير نحو يعني خطف الصدارة من نادي العربي. من الجهة اليمنى دائما لعناصر الدحيل محاولة المراوغة، الدفاع يتدخل مرة أخرى. من الجهة اليسرى حكم المباراة يقول ضربة خطأ، ضربة خطأ لصالح عيال الديب. 4 دقائق يقول الحكم الرابع السيد محمد إبراهيم كوقت بدل ضائع في هذه المباراة. 4 دقائق، هل تسمن وهل تغني من جوع لنادي الدحيل أم أنها يعني لن تقدم الإضافة لهذا النادي الذي قدم مباراة أكثر من رائعة لكن افتقد للنجاعة الهجومية في أكثر من فرصة في أكثر من كرة، النجاعة الهجومية التي كانت حاضرة. هنا فرصة خطيرة من الجهة اليمنى، ممكن المراوغة، ما زالت خطيرة، والدفاع يتدخل. كانت فرصة مناسبة حقيقة لصالح عيال الديب من أجل تسجيل على هدف الثالث. حكم المباراة ماذا يقول؟ ضربة مرمى، ضربة مرمى، وشاهدوا كيف يحاول عناصر الدحيل خنق الفريق الخصم في المناطق الخاصة به في الثلث الأخير من المستطيل الأخضر، وبالتالي لا يريدون ترك الفرصة لهم من أجل الهجوم، من أجل التفكير بطريقة بناء الهجمة والبحث عن تعديل الكفلة. في وسط الميدان دائما في اتجاه مصطفى مشعل، مصطفى المراوغة أقصى الجهة اليسرى لعيال الديب، التحضير ممكن، التحضير من الجهة اليسرى، فرصة للتوزيع، فرصة للتمرير، ما زالت خطيرة. أوه الحارس يتدخل،
الحارس يتدخل من أمام الجميع، الحارس يتدخل ويبحث عن أقصى مهاجم، والمدافع يتدخل مرة أخرى. صراع كبير جدا، الكرة ما زالت على البساط الأخضر. سقوط لاعبين، لكن حكم المباراة يعطي الإشارة لاستئناف مجرية هذا اللقاء. هذه فرصة جول جول جول. الضربة القاضية والكاو بلغة الفن النبيل، هدف ثالث لصالح عيال الديب عن طريق البديل أحمد بلال. أحمد بلال توغل، رفع الكرة، كانت قصيرة، كانت سهلة، لكنها كانت دقيقة في اتجاهها إلى شباك الحارس. معتز العشري، هدف ثالث، خلاص هدف ثالث، هدف النقاط الثلاث، هدف الصدارة لصالح السد، هدف الخسارة لنادي الدحيل. الدحيل ب15 نقطة في المركز الرابع، والسد يصل إلى النقطة ال21، والجماهير أكيد سعيدة جدا بهذا الأداء الذي يقدمه الدحيل أو يقدمه نادي السد في هذه المباراة. أيضا نادي الدحيل من حق من يفخر بهذا النادي، تغيير في آخر اللحظات، دخول اللاعب جاسم المهيري مكان اللاعب مبارك الشيب. هل يقدم جاسم ما عجز عنه الآخرون على مدار 93 دقيقة؟ يعني لم يتبقى الكثير. هذا التغيير ربما يعني تغيير شكلي للمدرب عبد الرضا سنجبة، 47 سنة لهذا المدرب و50 سنة للمدرب الأوكراني. على عين آخر الدقائق، هل يسجل الدحيل الهدف الثاني ويقلص الفارق؟ قبل لحظات كان يبحث عن هدف التعديل، لكنه الآن سيصارع الزمن، سيصارع الفريق الخصم أيضا من أجل تسجيل هدف التعادل. عبد العزيز الكواري تلعب الكرة مباشرة، الرأسية حاضرة، والدفاع يتدخل مرة أخرى من الجهة اليمنى لصالح عيال الديب. عبد الله اليزيدي يبعد الكرة، ما زالت في وسط الميدان، لم يتبقى الكثير للدحيل. دائما للأحمر، ضاعت الكرة، فرصة هدف رابع من هجمة مرتدة ممكن هنا، الانطلاقة، زيادة عددية موجودة، التحضير من الجهة اليسرى، الدفاع الأقرب إلى هذه الكرة، والحارس أكثرهم قربا وأكثرهم تمسكا بهذه الكرة، وبالتالي تضيع لصالح عناصر عيال الديب فرصة إضافة الهدف الرابع. حقيقة جولة ثانية مغايرة للجولة الأولى، تابعنا فيها كل شيء جميل في عالم كرة القدم، تابعنا فيها ملح المباريات وهي الأهداف، 4 أهداف كاملة بالتمام والكمال في الجولة الثانية. للدحيل دائما من الجهة اليسرى، ممكن آخر فرصة هذه في عمر المباراة لصالح عناصر الدحيل من أجل تقليص الفارق. تلعب الكرة بينية، دائما بينية على المراوغة، فرصة تقليص الفارق، فرصة الهدف الثاني، والدفاع يتدخل. وأعتقد بأنه الحكم لازال يتردد في الإعلان عن نهاية المباراة. على عين سداوية في وسط الميدان، تجاوزنا الوقت بدل ضائع بدقيقة واحدة، نلعب في حدود الدقيقة 95 وسندخل في حدود الدقيقة 96. كرة دائما من الجهة اليمنى، الدفاع يتدخل، حكم المباراة يقول ضربة خطأ بإشارة من الحكم المساعد الأول، ضربة خطأ لصالح عناصر الدحيل. سيكون في التنفيذ هذا اللاعب أمامنا على الصورة، المقاتل المحارب المشاكس، سموه ما شئتم، دياب طه أفضل عنصر في صفوف نادي الدحيل. ركنية وضربة خطأ من الجهة اليمنى، ضربة خطأ، تلعب الكرة من فهد الجاسم، البحث عن أقصى مهاجم، فرصة خطيرة، والدفاع يتدخل. وفي هذه اللحظات ينهي قاضي المباراة السيد جمال عمر نهاية هذا اللقاء بانتصار نادي السد بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. جولة ثانية كانت مغايرة كما توقعناها، شاهدنا فيها كل شيء جميل في عالم كرة القدم، شاهدنا فيها أهداف، وشاهدنا فيها فرجة، وشاهدنا فيها متعة أيضا. أنتقل بالصورة والصوت للزميل إبراهيم الكواري. إبراهيم، أليس كذلك؟